احتفاء بلقب الشارقة العاصمة العالمية للكتاب 2019، تنظم هيئة الشارقة للكتاب بالتعاون مع مركز الشارقة لريادة الأعمال شراع ومجلس شباب الشارقة مقهى النشر الإبداعي بعنوان رواد في المجتمع، وذلك في مدينة الشارقة للنشر حتى 22 من سبتمبر الجاري. رفوف تحمل إصدارات ومنشورات تعطرت صفحاتها برائحة القهوة المنبعثة لتذكرنا بالمقاهي الثقافية التي كانت منتشرة في أوساط القرن الماضي. يتم اليوم إحياء المشهد عبر مبادرات ثقافية مختلفة، ومنها مقهى النشر الإبداعي الذي تنظمه هيئة الشارقة للكتاب بهدف الإطلاع على أفكار ومشاريع الشباب خاصة في مجال صناعة الكتب. ارتئينا في هيئة الشارقة للكتاب تنظيم هذا البرنامج وهذا المعرض الذي يحفل بنسبة كبيرة من الشباب ومن خلال دور الشباب وتدعيم مشاريع الشباب من خلال هذه المشاركة. شاركت مؤسسة رواد في هذه الفعالية للتعريف بخدمات المؤسسة المختلفة المقدمة للشباب ولرواد الأعمال، وكذلك لدينا من خلال هذه المشاركة عدد من المشاريع المختصة في مجال النشر وكذلك قطاع المطاعم والضيافة. مقهى النشر الإبداعي في فعاليات يومه الأول وعبر جلسة حوارية جمع مؤسسات ريادة الأعمال والناشرين على منصة المستثمرين الشباب ليتم التباحث ضمن مضامين اقتصادية وثقافية طرحها مركز الشارقة لريادة الأعمال شراع ليضع الشاب الإماراتي على أعتاب الأسواق المحلية والعالمية، لا سيما في قطاع الاستثمار الثقافي. المشاريع كلها إماراتية، حتى دور النشر المشاركة جميعهم إماراتيين، والهدف أيضا من هذا المعرض دعم المشاريع الوطنية خاصة في مجال الثقافة والنشر. آلاف الطلاب الموجودين في جامعة الشارقة وفي المدينة الجامعية، تعالوا الثقافة والعلم ومكان تجمعكم ومكان جلستكم ومكان وعيكم وعلمكم وثقافتكم موجود عندي بما تريدون من النكهة العصرية. تأتي فعاليات مقهى النشر الإبداعي التي تستمر على مدى 6 أيام انطلاقاً من إيمان هيئة الشارقة للكتاب بأهمية الشباب في مسيرة النهضة الثقافية التي تقودها الإمارات والشارقة خاصة، لتؤكد على دور هذه الفئة وقدرتها على الارتقاء بصناعة النشر المحلي والعربي. مقهى النشر الإبداعي فكرة لجذب الشباب لطرح أفكارهم ومشاريعهم المستقبلية ضمن أجواء ثقافية امتزجت برائحة القهوة. لأخبار الدار، هدى سالم من هيئة الشارقة للكتاب.